من مقدم الكاتب العام الجديد للنادي الافريقي ضيفنا في الساعة الأولى وحتى الساعة والربع الأولانيين. في الساعة الثانية باش يكون معانا اللاعب الدولي السابق في حوار مسجل علاء الدين يحيى باش نحكيو معاه على عديد المواضيع. بداية الموضوع الأول في الحصة نتاع علاء الدين يحيى باش يكون علاش بعيد على الإعلام. حاب نقول لك أنا ما نحبش تجول حاجه ما فهم حتى حد مطلبني، وانا مش تاع واحد ديما مع يحكي مع جرايد ولا لي جورناليست. سي ان شوا بيرسونيل. سي كانكان كي مدوموندي اون انترفيو، كان فما واحد يطلبني انترفيو نعملها غون بليزير. سينو مش معناتها ما نلصق حتى حد. يونايزون فما ناس عندهم يزون بيزون دي ميديا بور اكزيستي. مو جي با بيزون، الحمد لله سافا، ما في ام با تري بيان كوم سا. منين علي من تونس؟ هل جيل تونس ديما ولا منين بالضبط؟ ديما جيل تونس. تجم تركب في مخي في نص ساعة نهبط، معناتها قاعد في الدار وناخذ ساك ونمشي لتونس نقعد ثلاثة أيام أربع أيام نروح. أنا من حومة شعبية، أنا من الوردية. كيفاش خذيت ديسيزيون تاع الاعتزال عفوا، وهل خليت عليك بلاصة الكورة؟ والله خذيتها الحمد لله، معناتها لعبت 17 سنة ونيفو. بعد واحد يخمم يقول بون عملت لعبت ماتشوات ضربت، فم واحد زاد يحب يشوف ولاده يكبروا. انا يعني معناتها تو ولادي عندهم 16 سنه و10 سنين، والله ما عديتش برشا وقت معاهم. وصي مونتالمون صي ما فما كان لونفي هذيك تنحت شويه في الاخر. وساعات فوميو اغيتي سو ان شوا واحد يكركرها سي با بون. بيان سور الكوره معناتها حياتي هي، وهي وعيلتي فاميليا كلها هي حياتي الكوره. اما والله عمري ما ميلي بطلت الكوره. جاني ستريس ولا حاجه نحب نرجع نلعب كوره، عمري ما جاتني هذه. معناتها نكور وقت نحب مع صحابي، نجري وقت نحب، نمشي سبور وقت نحب، ما عندي حتى ساعه. والله الحمد لله معناتها واحد كي يبدا الكوره يعرف ينهار باش تتكمل الكره. وانا هذه ديما حطيتها في بالي، وما حشتيش بالناس وما حشتي. مادام انا عندي عيلتي وفاميلتي ديما فرحانه، هذه احسن حاجه لي انا. الكره هي معناتها ما نعرف حتى حد كوارجي بدا 20 سنه ويكمل حتى 60. علاش بعد الاعتزال خذيت ديسيزيون باش تولي وكيل اعمال لاعبين، ما مشيتش مثلا للتدريب؟ مدرب ديجا اول حاجه، مدرب واحد عنده كما ديرج الفيبر، معناتها اون فيبر معناتها تاع اونترينور. انا حسب رايي ما عنديش، وبرجولي اونترينور اصعب ميتيي في الكره. واجون جوير معناتها اجون جوير نحب نتلهب الجوارات، نحب معناتها نشوفهم يكبروا ونتبعهم كي يكونوا في الباقي كيما الخايب. فما حاجات باين والله، مش على خاطر فلوس. ها الحمد لله، اما نحب نشوف واحد يكبر من اللي صغير ويطلع لفوق. اخي جان اكزومبل، عندي اكزومبل معتا كريم بنزيما، عرفته عنده 16 سنه والاجون نتاعو كان فرد اجون نتاعي اسمه كريم جزيري تونسي زاد من ليون. وشوف قاني نهار هذاك ريتو هذا فرق صغير، هذا فرق صغير هذا باش يجي باش يكون احسن جوار فرنسي. بارا قلت له ان شاء الله يكون احسن جوار فرنسي. وتواريت ولا كريم بنزيما ما شاء الله. وكريم بنزيما كان الناس ما في بالهمش جاي يتفرج في اسبانيا تونس كوب دي موند، جاي يتفرج فينا معناتها ما كانش معروف. اما جاي يتفرج في الماتش، جاي لعبت فين دخلت فيه، وجاي يتفرج الماتش هذاك في شتوتغارت. نعرفه من اللي هو صغير حكينا، وجاه هو وكريم جزيري معناتها مانجر نتاعي، حتى انا كملت معاه كالمانجر نتاعي وكملت الكاريير نتاعي معاه. ونحن معناتها انا وكريم جزيري خوات، معناتها فتنا الصحاب. وجاه مع كريم مزين معاك جاي يتفرجوا في الماتش. اليوم وليت وكيل اعمال لاعبين، شكون الملاعبين اللي يخدموا معاك؟ معناتها ما عنديش عام بديت ونعمل فورماسيون، معناتها تو نتلعب جوارات صغار. ريت في فرنسا انا عندهم بون افنير، وان شاء الله واحد يعمل اسمه معناتها يسم خدمه. ما نحبش من الاول نتلعب جوار باهي وبعد في الاخر عملت زربه وبعد نكون في الحيط. نحب نبدا بشويه كيما ولاد صغير،
ولي صغير من الاول يبدا كتفات وبعد يوقف في الساقيه وبعد يمشي. انا عمري ما ريت ولاد يوقف في الساقيه ويمشي يجري ديريكت مع ايتاب بار ايتاب. سا ريان دو بريسي. هل انك تتبع الكره في تونس وشنو هي جمعيتك بالضبط في تونس؟ والله كان باش نقول لك نتبع برشا نكذب على روح نكذب نتبع فيها بداني والله الشامبيونات معناتها انا كي كنت في العام التسعينات وكل واحد يتفرج الكره التونسيه اكثر من تو. فما جمهور في استاد معناتها انا كي كنت صغير فرحان كي مش نفرج كلوب كونت ليسبيرونس. توا تشوف الكلوب كونت ليسبيرونس ما فهم جمهور فما نص طاق فارغ حتى كل الباسيون هلكوها الباسيون. معناتها هو نورمالمون كي واحد اون سون فو يحب الكلوب ولا ليسبيرونس ولا ايه. في الصيف مشيت الفينال تاع الكوب ايطوال كونتر تفاقس. انا برجليه جم انا ما نحبش كيف النص طاق يكون فارغ ما فهمش. هو جوارات نحن حشنا بالجمهور باش يطلعنا لفوق باش يهزنا معاه. والله الشامبيونات تاع تونس تهلكت والله. سا سي مون افي ان بيرسونيل والله ما عنديش جمعيه سبيسيال والله ما عنديش جمعيه سبيسيال والله. باش نقول لك تبعت ماتشات كي كنت صغير نمشي اكثر ماتشات الكلوب تاع ليسبيرونس خاطر خالي كان يحب الكلوب وديما يهزني معاه. اما مشيت نتفرج ماتشات تاع ليسبيرونس. اما باش نقول لك عندي تصوير لاني صغير مع التريبلي تاع الافريقي وقت يدوروا باك الكوب دوروا بها باك الكوب عندي تصوير. والله تو ما عنديش باش نقول لك نحب الكلوب اكثر من ليسبيرونس لا. اما كي كنت صغير ديما نمشي لبارك الكلوب نتفرج مع خالي لي زونترينمون خاطر خالي مالاد مونتال تاع الكلوب. شكون ملاعبيه في تونس يعجبوك نجم نشوفوك تخرجهم كي الاعمال الاوروبا بتبيع؟ فما جوارات باهين فما جوارات باهين ومش باش نقول اسم علاه ما نسميلكش خاطر كان انا باش نسميك باش نقولوا على يحيى حكى على جوارات وهما باش يمشيوا ديريكت غادي في تونس زاد. نو ما نقولش هذيك خدمتي تسمو ترافاي سيخي. تفرجت الشان 2020 كان نلقى فما نجم نخرج جوارات اما لازم نقابلهم ديجا لازم نعرف شخصيتهم كيف يخموا خدام اي ولا لا بعينيه نعرف انا كان خدام اي ولا لا. انا في مخي باش برجليه ما نقولكش السهم عندي زوز ملعبيه يريتهم في الشان يجم يعملوا حاجه لبرا يجم يلعبوا ليغان اما يزم خدمه برشا خدمه هاي باش نعطيك يلعب في الليتوال ريتو ها هكا اما يزم الكورجي التونسي يزم يخدم برشا عنده التالون عنده التالون اما يزم يخدم. هل مازلت تتبع شويه المنتخب التونسي وكيفاش تحكم على مستواه اليوم؟ والله سافا باهي والله عندها دي بون جوار وباهي تنجم تعمل حاجه ديجا عملت حاجه باهي كومان الدانيير كان بون حتى كان وصلت الدومي فينال اون ايون غاني ان ماتش هذه يمكن اول مره في التاريخ. اما ديما عندك الاكيليبر في عندك دي بون جوار اون تونيزيا ما نكذبوش احنا الجزائر الي بلو تالونتيوز كو لا تونيزي زير بلو تالونتيو عندها جوارات ترى يلعبوا برا دون دي غون كلوب. انت حكيت على الجزائر علاش من لعبيتنا في تونس يمشيو لك في السعوديه ما ينجحوش في اوروبا كما محرز وصلاح مثلا؟ خاطر في تونس ديجا واحد يمشي ليسبيرونس ديجا يخلص بالكدا باش يقول لك نمشي نلعب لبرا باش ناخذ فرد صالح سا ريان وعقليه وزاده فما مونتاليتي فما برشا حاجات في تونس معناتها واحد ماكله باهيه سهريات باهين الشيشة باهية يقول لك عاد نقعد في الكونفور نتاعي في تونس وفما زاد لي سالير في تونس يقول لك عاد نلعب فرد سالير في تونس خير من نلعب لبرا. نجم نفهم وانا جوار التونسي هو يعرف من الاول هو اللي عنده التالون اما بعد لازم الخدمة هذه اول حاجة هي الخدمة. فما ناس يقولوا فما زهر وزهر وزهر لا فما خدمه وخدمه هذه تجاو الحاجه لازم نحطوا فيها في بال. مثلا ملاعب كنا معلقين عليها من كبيره باش يعمل مسيره باهيه في اوروبا خصوصا انه خرج صغير بس انا مش عارف علاش ما نجحت مثلا في الاكيب نتاعك السابقه نيس وانت تعرف بالكدا الاكيب هذه. والله ما نعرفش معناتها انا ما نجمش نحكي لك على الجوار كي ما نعرفش الكام نتاعو كان جيت نعرف الكام نتاعو وكل نجم نقول لك ان اكسبليكاسيون ما تو بس ما نعرفش بالك شي ساعات ما تنجحش مع جمعيات بتمشي جمعيه اخرى تنجح.
باهي بديت تخدم اليوم كوكيل الاعمال، سمعنا قبل حبيت تجيب رولون كوربيس للمنتخب التونسي، اسكو صحيح هذا ولا لا؟ تاع رولون كوربيس عمي معناتها عندما حكيت يمكن عندها عام ونص. اي اي صحيح اوكي. ريت انت جاك جاك الاخبار، انا باش نقول لك حاجه، بعثت الميساج البريزيدون تاع الفيدراسيون، ريت ولي في الواتساب قرا الميساج، اما عمري ما جاوب لي، عمري ما جاوب لي، كان يشوف الانترفيو يقول له جاوب لي. لا معناتها عمري ما جاوب لي. لا انا معناتها انا انت خرجت الاخبار اللي انا قدمت اسم رولان كوربيس، انا اليوم نقول لك صحيح. اي علي يحيى بعث معناتها كلمت على رولان كوربيس، اما ريت ناس قالوا لك، ناس قالوا لك بلاكش متغش عليك شويه رئيس الجامعه، خاطرك رفضت اخر مره دعوه المنتخب وقتها في كاس افريقيا، كنت تلعب مع جورج ليكانس. كلمت علي متغش عليه، شو عملت انا؟ ديما نحكي الحق، انا ديما نحكي الحق، ما عليه ما غش علي، يعني شبيس انا شو بيرسونيل باش نمشي. ديجا رجعت من ليغا مون كروزي عام، معناتها رجعت من ليغا مون كروزي يا ربي، ست اشهر معناتها رجعت صحيح في كون، جي بريفيري نلعب المانتيا مع كون، والحمد لله تمنعنا، وحتى واحد من الفيدراسيون طلبني في ست اشهر. اي شنو؟ اي قلت له لا، يعني شبيه قلت له لا، حتى واحد ما طلبني في ست اشهر، يعني على الاقل اخو حاجه دي نوفيل. اما سامحني تو الموند ني با روجي لو مير، روجي لو مير، روجي لو مير تضرب حتى جماعتين يطلبك، سافا لاباس تاتاتاتا، اما هما مع يلزموا يتحافظوا في حاجات الفيدراسيون، كان يحبوا يكبروا، حتى واحد ما طلبني، ما على الاقل حتى باش يسل سافا لاباس، شناهو ان موا سافا ميو تاريف ا مارشي، شناهو سافا رجع تجري. يتوا فما انترنت، يتوا فما واحد يقول تعرف اللي قال فما انترنت. لعبت قبل عليه مع رافائيل فران مدافع منتخب فرنسا اللي في ريال تو في لونز، اللي كنت كان بناك الفريق نتاعك هو دوبا بدا وقتها، احكي لنا دي زانكدوت معاه كان عندك عليه. ايوا عديت ست سنين غادي والله جبنا يمين بيان في زانكدوت. والله اول مره ترينا معنا فان قلت هذا مش نورمال، هذا قلت مش نورمال، معناتها عنده حاجه تاع لي جرونجور والله. اي هو صغير، اي لعبنا مع بعضنا، زاد لعبنا مع بعضنا، معناتها هو بدا لي جان كان كنت سسبوندي، وبعد وقت رجعت لعبنا مع بعضنا ديفونس ولعب ميليو تيرنازل. باهي علاش جبتك في بطوله الانجليزيه مع ساوثامبتون لعبت هكا ولا ما كانش ناجحه عليه؟ والله ديجا معناتها كي صحت عاد 3 سنين الانترينور اللي حبني طردوه، جابوا واحد اخر، ميم با شهرين عاودوا طردوه، جابوا واحد اخر بون ديما بناك معاه وكل قال لي باش تنكت با باش تلعب معايا، باش تلعب معايا، جاتني فرصه تاع سانتيتي، انت عملت سانتيتي هكا هذاك المكتوب ما كتبتش غادي، اما والله جيبني مينا. هل صحيح انك قبل كنت مدلل شويه اكثر حتى من بقيه الملاعبيه عند روجيل لومير وكيف نبيل معلول، خصوصا انك كنت ما تلعبش في جمعيتك وتكون مكانك موجود في المنتخب في كاساسي في اغلب الاحيان، ايضا كانوا يلوموا عليك رغم اللي زاد انك كنت طلب ديما بالاموال وتحب الفلوس قبل كل شيء؟ انا كنت مدلل، عليه مدلل، كيف باش نقول فما باش يقول واحد كان مدلل تاتاتي تاتاتا ما يلعبش برشا يمشي، يجي واحد يجي يقول لك هكا، اما باش نقول لك مدلل نو، لا باش نقول لك مدلل، لا، اما عندي جي بوكو دو ريسبي بور اللي هما عندي برشا، كان وقت عندهم حاجه باش يقولوها لك يقولوها لك قدام في وجهك، وساعات معناتها تنابزوا، اما مش تنابزوا بالعركه، تنابزوا سي نارفي، خسرتني دي زيستوار، والله خسرتني دي زيستوار، باش نقول لك دفعت على جوارات، وبعد رصيت لي انا اللي عملت حاجات، والله انا باش نقول لك حاجه الحمد لله، معناتها نلعب في لعبت في فرنسا جو دي تري بون سالير، معناتها ما حشيش بالفلوس تاع تونس، ما حشيش، اما دفعت على الجوار تاع تونس يلعب على مليون ولا زوز ملايين، شويه بريمات سا بو لو فيغ دي بيان، اما في الاخر ريت ما فما حتى حد اللي واقف معايا، وريت قبيله قلت لك عليه الجوار تاع تونس ما فماش برشا اللي يخدم يمشحوا برشا، خاطر فما نقسم كاركتير، معناتها ديما ساكت نقسم شويه كاركتير، الكاركتير ما قلتش باندي ولا حاجه، انا باش تنجح الفوق لبرا
لازمك عندك كاركتير، لازمك تحل فمك. ريت انا فهم واحد نموت عليه زياد جزيري يتكلم يتقبح، اما ديما بوغ سو افونتي لي شوز الناس ما فهموش، اللي يقول يتقبح ولا مع مش كمون مالبولي، كيف نقول مالبولي مش متربي، اللي يقول هكا سيتادير ما شيء ما فهم. زياد يتكلم ولا رياض بوعزيزي يتكلموا باش بوغ فيغ افونسي لي شوز باش ننجحوا، مش خاطر قباح ولعب كوره وسوسي سولا. انا زياد نموت عليه، رياض نموت عليه خاطر يتكلموا. حتى قالوا بدر انا وفهيد مع بعضنا، انا قلت لك دفعت الجوارات ما دفعت اليوم في الاخر ما فما حتى حد وقف معايا. جانا غانا فوز انا، انا عمري ما ديجا اول حاجه جوارات يحبوني، عمري ما تعرفت مع جوارات ولا اما حكيت فريمات قلت ما ده هادو ما حكيت 2005 ولا 2006 شو 2019 ديما فرد مشكل في الافريقي، ديما فما ان كومبيتيسيون انترناسيونال تبدا ديما تشوف فما ان كيف افريكانيا دي بروبليم دو فريم ديما يا اخي. باش نقول لك حاجه انا خويا وتجي تحط هذه جماعه انا فوت اون ا لو كونتينون افيك لو بلوس دو ري افيك لو بلوس دو ريشيس او موند، فهمت هذه l'Afrique est au monde. L'Afrique est le continent avec le plus de richesses au monde. Tu es d'accord avec moi? Femme à diamant, femme à pétrole, femme à phosphate, femme à cacao, femme à coton. Parce qu'on a, on a le continent le plus riche avec le diamant de strat tout court. Et on a le pays où il y a le plus de pauvres, on a le continent où il y a le plus de pauvres au monde. Est-ce que c'est normal? Vraiment, ou le rage de la rade au flot, c'est tout, c'est fini d'ailleurs. Il est où il barre? فين يقريو ولادي؟ يقريو ولادو لبرا. فين يعمل بيزنس؟ يعمل بيزنس لبرا. اما وقت يموت فين يحب يدفن؟ يحب يدفن في تونس. يا اخي تونس ولا لافريك زباله؟ انفستي في بلادك. انفستي في بلادك. باهي لعبت ما برشا مدافعين في الاكس تاع منتخب عليه كيما بدرج عايدي حقي كريم السعيدي دافيد جمالي وسيم بن يوسف. انه المدافع كنت ترتاح معاه اكثر؟ والله ما عنديش بريفيرونس، انا نحب معناتها جاتني عندي صغر وعندي جيم بوكو دشونس في تونس، لعبت اك دو كرون ديفونسور كساسوا حقي ولا جعايدي ولا بدرة، هذو باهيين يا غينا ندير توب التوب، معناتها الراجل تنجم توقف راضي جعايدي بردلية مش ما عندوش كاليتي تكنيك تاع فاران ولا حاجة. اما تنجم تمشي الحرب معاه، تنجم تمشي الحرب حقي زاده، وانا ريت فما حاجه زاده ريت حقي اللي عمل ولا وش حب في الاخر مسخوه في نورمال، والله مسخوه الناس، فما ياسر تاتي حق برك اللي عمله حقي ما فما حتى حد عمله في الديفونسيرات في البرك، ياسر تاتي حق برك اللي قدروا الناس شوي يشوف فما واحد من شوف استنى ونكمل حاجه اخرى من شامبيون من كاس فما حتى حد في الفيدراسيون ما حشمش فلوس غير يحب يقدموا الكره في تونس يحبوا يقدوها خاطر حبوا على الفكرة هي تركت شوي لازم يهزوها. دونك كان هذا حوارنا مع اللاعب الدولي السابق علي الدين يحيى، لاعب سابق عدة الأندية الفرنسية كما لونس نيس كيف لعب في سانت اتيان في كون لعب ساوثامبتون، اللاعب أكيد عنده مسيرة كبيرة أكيد. احنا الخمسة بتاع عشية تقريبا وصلنا الختام الحصة بتاعنا اليوم، شكرا لأنيس جويني في الإخراج، شكرا لآدم كيف باش يأمن لكم بعد شوية لفيديو تلقاوه، احنا نتقابلوا السبت الجاي في نفس التوقيت من 3 للخمسة بتاع عشية على إكسبريس اف ام.